فإن رجلا قال يا رسول الله وهي بشرى، قال يا رسول الله لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، أعرابي أسلم من البادية لا أستطيع، فأخبرني قال صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهي من القرآن، وجعل صلى الله عليه وسلم تنوب عن القرآن عند العجز وتعدل القرآن، وهذه الكلمات الأربع حفظكم الباري هي من القرآن الكريم. وأنا أقول لكم إن بالمناسبة إن تفسير هذه الكلمات العظيمة التي ترددونها ويرددها الكون معكم، ترى العجماوات والحشرات والكائنات والأسماك بل كل دابة وكل طائر يسبح الواحد الأحد، هناك عنصر لا يسبح الله وهو الكافر المنحرف عن منهج الله، لا يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فالكون يسبح بالباقيات الصالحات. إذا سئلت ما هي الباقيات الصالحات؟ هو العمل الصالح، ومن أعظمها كما فسر في الحديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لماذا سميت باقيات؟ لأنها تبقى لك في الآخرة إذا نفد المال والولد والجاه والمنصب، وصالحات لأن الله رضيها ولأنها أمر مشروع، وسماها العلماء وفي السنة الماحيات، فهي تمحو الخطأ والذنوب والإسراف. يا من كثر الذنوب وخطاياه وغيبته ونميمته، عوضها يا أخواني، عوضوا مجالسنا، اقلبوا مجالسنا، غيروا مجالسنا إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكل عبادة لها توقيت، معي لها يعني وقت، ولها حد في القدر، ولها زمن، الصلاة لها زمن، ولها حد، مثل الظهر 4 ركعات، والفجر مثل 2 ركعتان، والمغرب 3، ولها زمن، مثلا زمن الظهر يدخل عند زوال الشمس، ورمضان له وقت الشهر 9، والحج له وقت 9 من الشهر 12، إلا الذكر فلم يحدد بزمان ولا بمكان ولا بكمية، بل قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثير. هذه تسمى الماحيات للذنوب والخطايا، وسماها صلى الله عليه وسلم المقدمات، التسبيح يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، المقدمات والمعقبات والمجنبات. كيف المقدمات؟ تأتي أمامك يوم القيامة تمنعك من العذاب ومن نفح النار، تلفح النار فتأتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تصد، تأتي ملائكة العذاب تريدك، يأتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تصد. وسماها المعقبات، تأتي تحميك من خلفك من العذاب ومن النار ومن ملائكة العذاب تحصنك، والمجنبات أو المجنبات يعني من جنبك يمين ويسار. إذن فوالله ما بقي عذر، وإني ما خرجت في حياتي أقول للإخوان أنا رجعت من بعد ما استفدت من أهل العلم وما قرأت في الكتاب والسنة إلى أن أجمل التغريدات 4 في الكون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جواله تذكر.